وحضرتك قلت ما تجيش بعد فتره كبيره ومثلت وعملت وجايه ان هي شايفه ان هي اصبحت هي اللي صح وكل زميلاتها في الوسط هم الخطا. على النقيض او بالتوالي بالتوازي في الموضوع، في بعض الفنانين وحضرتك تعرفهم كويس ان هم صرحوا قبل كده وقالوا على موضوع التلامس ما بين الفنان والفنانه وان هم طيب تمام. بس يعني عقبنا على الموضوع ده لان احنا برضه محتاجين ممكن اجاوب له على السؤال ده يا استاذ عصام؟ طيب ده في صميم الفن جدا جدا، ويوسف الشريف صديق عزيز وانا بحترمه جدا، وهو مش اخوان. اجيب لك من الاخر ماشي، هو مش اخوان. مش اخوان. مين اللي كان انت في قاعه اسمها ايه؟ اوكي. مين اللي كان ضد الكلام ده؟ ومين تاني؟ ها مين تاني؟ ومين تاني؟ والسينمائيين. حلو. مين بقى اللي كان مع الكلام ده؟ عارفهم ولا ما تعرفهمش؟ لا ما اعرفهمش، عايز اعرفهم. اللي هم بتوع تركيا. فانت شجعت مين؟ مين اللي فرح قوي بالكلام ده ونشروا نشرا رهيبا لان هم عاوزين يدمروا الفن المصري باي شكل؟ او لا، ده الحاجه الوحيده اللي باقيه لنا في مصر مصريه 100% هو الفن المصري. خدت بالك؟ ف انت بسطت قوي قوي كل الاخوه وزعلت قوي 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 كل السينمائيين. وانت سينمائي وبطل سينمائي ومؤثر، فما ينفعش تقول كلام الناس تمشي وراك فيه. لان شفت ممثل تاني قال ايوه صح، وانا عملت ذنب جاري، مش عارف يعني ايه ذنب جاري لغايه دلوقتي. ماليش دعوه بقى مين، انا ما تجيبليش اسامي، لكن الفكره انت بترضي مين وبتزعل مين. فهمت انا اقصد ايه؟ بس ليه ترضيهم يا استاذ خالد؟ ليه ترضيهم؟ ما كانش يقصد ده تامر، هو ده مبدا عنده. هو مبدا ايه؟ يعني انا دلوقتي ممرضه وداخل على يوسف الشريف اديله الحقنه ازاي؟ لا تجيب له ممرض. طب وده كلام؟ انا ما بتكلمش على الناحيه دي خالص، انا بتكلم على الناحيه الفنيه. الناحيه ايه؟ ملهاش اخت. يا استني بس اما اسمع الراجل بيقول ايه؟ ايه؟ اخوها يشدها ليه؟ اختها هي اللي تشدها. الله عليك. قول يا استاذ زمان. يا باشا. حل عبقري ده على فكره. صدق فات على يوسف. ارجع تاني واقول انا يوسف الشريف صديق، يوسف الشريف ما بيعملش دوت لاي دافع خارجي او اي حاجه خالص، عشان بس نبقى راجل محترم جدا. زوجته غير المحجبه فده شيء عادي يعني، هو مش ما شفناهوش متزمت قوي ولا او فنانه وكاتبه وبتاع، فهو عنده مبدا معين. احنا بنتكلم في المبدا ده ان هو ممكن يضر وهو مش واخد باله، او واخد باله معرفش، بس هيضر. لان انت عندك المبدا ده، يا ريت ما تقوله ما تقولوش، لا خليه بقى لنفسك، لان ده بيضر جدا جدا بسمعه الصناعه. لا يوجد شيء اسمه سينما نظيفه، لا يوجد شيء اسمه سينما نظيفه. والسينما ما بداتش مع يوسف شريف او الشريف، انا مش عارف هو شريف ولا الشريف، ما شريف بس ولا الشريف؟ الشريف. الشريف. انا السينما ما بداتش مع يوسف الشريف، والسينما ما بداتش مع اسماعيليه رايح جاي، والسينما طول عمرها سينما مصريه مقصره في المنطقه بحالها. وعفوا الست شاديه والست هند رستم والست سعاد حسني والست فاتن حمامه والست ناديه لطفي وغيرهم من النجمات الكبار ما قدمولناش سينما غير نظيفه، عشان يبقى في حاجة اسمها سينما نظيفة. الحكاية كلها بدأت مع سيطرة فكر ما طرأ على المجتمع المصري وبدأ يخش على الأماكن المفصلية اللي بتؤثر في المصريين. الأماكن دي على فكرة اللي بتؤثر في المصريين إن المصريين بطبيعتهم قاموا في 30 يونيو من غير نقطة دم واحدة. دول المصريين. المصريين مش هيسمحوا إن الحياة كانت تبقى كده.
ولا هيسمحوا ان المسرح يقفل، ولا هيسمحوا ان هم ما يروحوش سيدنا الحسين يقروا الفاتحه او يروحوا لماري جرجس. على فكره هم بيسالوني انا هو بيه الندوه دي معايا انا يا بيه. استنى بيه يا واحد يا بيه الندوه دي معايا انا استناني في العربيه يا بيه. خلاص. فالمصريين بيرفضوا الحاجات دي، فمغازله المصريين للاسف بتترك اثر في تركيا وبتترك اثر في دول اخرى. يا استاذ يوسف نفسه. لا انا عارف يوسف كويس. انا بقول ان هو دي طبيعته. ما هو ما بيحبش يتلامس، دي حاجه خاصه بيه، بس هو ملوش اي علاقه بالشق الثاني ده خالص. يعني ده تصريح مننا ليس له اي علاقه بالشق اللي احنا فاهمينه. لا شفتوا كفر الهاب اللي هي اخبار الرساله في كفر الهاب. ايه على فكره يا جماعه، يعني نفس اللي كنا بنتكلم فيه من شويه على شريف منير او على يوسف الشريف، هي فكره ان الناس بتدي نفسها دور مش بتاعها. يعني من غير المتصور ان فنان يهاجم الفن عشان خاطر مصلحه في حاجه ثانيه، او يهاجم زملائه في الحالتين. احنا قدام حد بيهاجم زملائه عشان خاطر عينه على حاجه ثانيه بره الفن، فهو ده اللي بيعمل المشكله، هو ده اللي بيشوه شكل الحياه الفنيه في مصر. يعني وده حصل من زمان، يعني من ساعة ما ابتدت الناس تهاجم الفن عشان خاطر في مصالح تانية بره. يعني مش يعني هما اخواننا البعد دول حاولوا زمان ايام ما تواجدوا بقوه وحكموا وكده، حاولوا يسيطروا على الفن باي شكل وما عرفوش. فكانت في الحاجات اللي انا عايز اقولها انك انت ما تساعدش دول خالص، ما تساعدش فكر دول خالص، لان دول اي حاجه بيقولوها بيفرحوا بيها اعرف انها ضدك، اعرف انها ضد بلدك، ضد فنك، ضد اي حاجه. يعني ناس قاعده تصطاد في الميه العكر.